أريد أن أختم بهذه الجزئية التي متعلقة في الانتخابات. الكثير كان يلومني لأني قاعد بقول للناس لازم نروح نغير. طبعا أنا لا يعني لا أعترض على من يقول مقاطعة، فهذا حقه، ولكن خلينا نسأل أنا وياكم حالنا هذا السؤال: سواء قاطعت أو ما قاطعت، هل الانتخابات سوف تتم أم لا؟ الجواب سوف تتم. إذا قاطعت أنا بسهل وصول اللي أنا طنهاري بشكي منهم، بسهل وصول النواب اللي مش راح يوقفوا للحكومة في قراراتها، بسهل وصول النواب البصيمة باللغة الشعبية اللي احنا دائما ننتقدهم. اليوم شو الحل؟ خليني أعطيكم مثال قد لا يكون واقع على هذه المسألة، ولكن نستشف منه شيئا من المنطقية. الأمريكيين قرروا أن يغيروا، كانوا لا يريدون الرئيس السابق وأرادوا أن يغيروا، فخرج الأمريكيين بأعلى نسبة تصويت في الكون من تاريخ أمريكا لليوم، أعلى نسبة تصويت كانت في هذه الانتخابات، ليغيروا فغيروا. اليوم إذا عندنا إرادة أن نغير سوف نستطيع وسوف نغير. كل نائب لم يخدمنا، كل نائب لم يكن معنا، كل نائب كان مع مصالحه الشخصية، كل نائب وافق على قرار أوجع الأردنيين، نستطيع أن نغيره. كيف؟ بإدلاءنا بأصواتنا. احترامي وتقديري للمقاطعين، ولكن إذا كانت هذه الانتخابات سوف تتم وسوف تعلن نتائجها سواء قاطعت أو شاركت، فأيهما أفضل؟ أن تحاول التغيير أم أن تبقى جالسا تلعن بمن هو قادم وأنت لم تساهم في تغييره؟ إحنا أمام تحدي كبير، وأنا أعلم بأن الظرف الصحي قد يؤثر على هذه المسألة، ولكن اللي شاف التزاحم اليوم على الأفران واللي شافه على السوبر ماركت بيعرف أنه هذا اليوم نستطيع أن نذهب فيه بالدور ونقدم صوتنا ونروح. وهذه أمانة على كل من يستطيع حمل الأمانة أن تغيروا وتختاروا أصحاب الضمير، وهم موجودين، فلا يستطيع أحدكم أن يقول بأن دائرته ما فيها ولا واحد محترم. هذا الكلام مش مظبوط، إلا ما تلاقي شخص عنده ضمير اذهب وانتخبه، ساعتها راح نغير. ولا يوجد إصلاح إلا من داخل القبة، فعندما نعلم هذه المعادلة أي أننا يجب أن نوصل من يشبهنا إلى داخل هذه القبة حتى يتم الإصلاح، وإلا نكون عدميين، يعني بس قاعدين نستنى تصير مفاجأة بدون ما نتدخل وإحنا نغير وتجيب لنا نواب كويسين. غياب الصوت الجيد هو الذي يسهل وصول النائب الذي لا نحب، نائب الأعمال والبزنس، نائب البصمة، نائب الذي لا يهش ولا ينش، نائب الذي يمثل علينا ولا يمثلنا. فاليوم الخيار لكم، إما أن نخرج ونغير ويكون لدينا الإرادة لأن نغير، وإما أن نجلس صامتين وننتظر عودة مجلسا كما المجالس السابقة. واللي بيقول لي أنت قاعد بتحلم وأنت مش راح والمجلس راجع نفسه وراجع مش ثلثينه ومش عارف شو، من هذا المنبر أقول لكم من الآن بأن أقل من 30% من المجلس السابق سوف يعود إلى هذا المجلس. وأذكركم وأذكر نفسي في الحلقة التي سوف تلي الانتخابات، أقل من 30% إذا بنشد حيلنا برجعش غير الناس اللي كانت في المجلس السابق كويسة 100% ما عليها غبار، وكانوا قلة قليلة لا تتجاوز أصابع اليد. اليوم الفرصة معنا ونحن نستطيع، ويجب أن نكسب شرف المحاولة خيرا من أن نكون عدميين وننتظر حدوث مفاجأة لتجلب لنا نوابا كما نحب وكما نشتهي ونحن جالسين في بيوتنا. مش راح يجيك نائب زي ما بدك ولا بمواصفاتك طالما أنت جالس في بيتك. اليوم الشباب، وهذه رسالتي إلى هذه الفئة العمرية، يستطيعوا أن يقلبوا الطاولة. أكثر من 1,100,000 صوت لشباب وفتيات، غيروا، اختاروا من يشبهكم، من يعبر عنكم، من يريد أن يطبق أحلامكم، ولا تبقوا رهينة بيد السابقين الذين استعملوا المال الأسود والذين استعملوا النفوذ والواسطة وكل شيء. تستطيعوا أن تجعلوا من هؤلاء بلا قيمة إن ذهبتم إلى الصناديق، ولكن
سوف تمنحوهم القيمة إن بقيتم جالسين في بيوتكم. ليس حبا في الانتخابات، فلست صاحب غاية، وليس لدي من أهتم فيه كشخص في هذه الانتخابات، ولكن حبا في وطني وحبا في قيادة الهاشمية، بأن نجلب لهذا المجلس الأفضل. لأنه في مقولة سياسية لتشيرشل تقول بأن المجلس القوي يعبر عن دولة قوية، والمجلس الضعيف إن شاء الله لا يعبر عن دولة ضعيفة. ونحن دولتنا قوية ومواطننا واعي ويستطيع التغيير وبيده أن يغير. فالخيار لكم. لا بدناش نقعد نتباكى على قصة لا ما كلهم معينين، هذا الكلام مش مزبوط. كلهم معينين لأنك أنت قعدت بالدار وخليت الناس اللي مشتري أصوات هي اللي تفوز. أو مش راح نغير شيء، لا راح نغير، ليش ما نحاول نغير؟ ليش ما نحاول نغير؟ أو هو المجلس هو قلته واحد، لا، المجلس القوي يستطيع أن يغير أمور كثيرة وأن يكون الرادع والصوت الحقيقي للمواطن الأردني أمام الحكومة وأمام السلطة التنفيذية وغيرها. وأذكركم بمجلس 89، والله ما هو القانون ما بيساعد على إفراز، يا أخي حتى بالرغم من انتقادي أنا شخصيا لهذا القانون نستطيع أن نفرز نوابا يغيروا هذا القانون لينتقل الحال من ما هو عليه إلى الأفضل. شو كمان من العبارات المنشورة؟ كثير من العبارات، أنا بقاطع عشان صحتي، بس إحنا ما قاطعنا إن نقدر ننزل على السوبر ماركت وعلى المخبز، لا، أنا بشارك وهذا حقي، هذا حقي وأريد انتزاعه ممن تاجروا بهموم الأردنيين، انتزاعه وليس أخذه، هذا حقي الدستوري وسوف أنتزعه من كل نائب مثل علينا ولم يمثلنا، من كل نائب استخف بالأردنيين وأخذ قرارات ضدهم، سأنتزعه من كل نائب استخدم المال الأسود، سأنتزعه من كل نائب لا يهمه الأردن بل تهمه مصالحه وعطاءاته والبزنس تبعه. يا بنكون قدها وبنغير، يا إما ما بطلع لنا بكرة نشكي إنه المجلس ضعيف وإحنا ما شاركنا فيه. هذا رأي شخصي، ومع تقديري واحترامي أيضا لأصحاب نظرية المقاطعة لا ألومهم. فالواقع المرير للمجالس السابقة ترك الإحباط يسيطر على هذه الفئة، ولكن أقول لهذه الفئة أنتم من يستطيع أن يقلب الطاولة وأن يغير وأن ينتج مجلسا قويا يستطيع التغيير. وسأبقى على هذا الأمل، وهذا ليس شيء جديد، بأنه في يوم من الأيام راح يكون عندنا مجلس نواب يضع حد لكل التغول للسلطة التنفيذية، ويضع حد لكل من يتغول على جيوب الأردنيين بضرائب ورسوم وغيرها، ويضع حد ويراقب كل هذه الهيئات التي يجب إلغائها بوجود مجلس قوي. وهذا سهل على الأردنيين، لأنهم إن اجتمعت الإرادة مع القرار للأردنيين يستطيعوا أن يغيروا.